مازالو كنتصدم لك حتى في الهدافين في بطولة السيري بي برصيد 5 أهداف كانت تحدى الجلتين في الجولة السادسة كما لو صنع أهداف بالنسبة للفريق فريق إيطالي كما جدينا كان تشرف الحضور ديالو مع المنتخب المغربي بهدف كان في شباك المنتخب المغربي في لقاء كان ودي ونتمنى أنه يزور الشباك بعد المرة في مباراة رسمية وفي مباراة كبيرة بنهائيات كأس العالم فتاة المنتخب المتوالي للدور الثمانية الكرة المغربية حاضرة لعبة الكبار الكرة المغربية تحقق أكثر انتصار حاضرة بنهائيات كأس العالم انتر بشعب المغرب انتر بسيدنا انتر ب انتر بسيدنا المدرب النسي التعاون ربي الدورة حريص هذا الذكر بالقوة إثبات الله عامر إثبات النجاح الدوري الكاس إن شاء الله واي واي مبروك علينا فرحانين بزاف الحمد لله فرحونا احنا فرحانين بزاف في هذا النهار وشرفونا الأسود وديما مغرب شوف سمع المغرب كيخلع اولا هنيئا للشعب المغربي هنيئا على هذا الصمود هنيئا على هذه القتاليه ومبروك وربما هذه فاتحه خير لان كل هذه الشعب افراد الشعب المغربي فرحون جدا لهذا الانتصار ويستحقون هذا الانتصار الخصم كان شرس كان من مستوى البرتغال ولكن عزيمه الرجال عزيمه الاسود كانت اقوى لتحقيق اماني كل هذا الشعب العظيم هنيئا والى الامام وديما اسود على الفرحه ديالنا فسقسينا رونالدو والبرتغال وديما المغرب وديما الناس المغرب وحنا طالعين ان شاء الله الفينال ان شاء الله ومرحبا باي فرقه جات كما يكون النوع ديالها الركراكي مدرب كبير وكنتمنى سيف العاقه والمعاقه والوالده سيف العاقه تحيه ولا سيدي تحيه ولا سيدي عثمان كبير هذا نهار كبير هذا نهار كبير هذا والفرحه وكنتمنوا هذه الفرحه تدوم ان شاء الله سنوات سنوات يا ربي يا ربي مبروك مبروك تشكيله رائعه تشكيله اللعب ممتاز خطه ديال الكراكي تبارك الله عليه تبارك الله عليه سير قولوا له غير سير سير هكا تبارك الله عليكم والله الله يفرحنا ان شاء الله المغاربه كاملين كل شيء من الشرق للغرب ان شاء الله مباركهم سعود علينا فرحه يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي انتم علينا سير 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 فرحنا من قربنا ملي ربح المنتخب وتاهلنا الناس النهائي والحمد لله ان شاء الله علاش لا نتمناو النهائي المنتخب الوطني وحنايا من البنات او الدراري من الصغير الكبير فرحانين وعاش الملك ان شاء الله النهائيات وديما مغرب ديال اداء اداء عكزوا على اداء هالاداء ما كاينه لا خطه لا حتى حاجه كاين الربح شكرا سي الركراكي خرجتي لنا المغاربه كلشي فرحان تنشكروا سيدنا من هذا المنبر شكرا سي الركراكي عاش المغرب عاش المغرب عاش المغرب وي عاش الملك بلا تشاو كريستيانو هذه فاماس دو مغرب كريستيانو